الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل. لقاء هذا اليوم عن تفسير حلم البط في المنام، فتابعونا بالتفصيل. ما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار، جزاكم الله عز وجل عنا كل خير. يقول الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله: إن رؤية البط في المنام تدل على العيش السعيد وعلى الزواج من سيدة ذات منصب ومال كثير، وسوف تغير حياة زوجها إلى الأفضل. إذا سمع الشخص صوت البط دون أن يراه دل ذلك على حدوث مصيبة كبيرة في حياة الشخص الرائي، وكذلك قد تدل هذه الرؤية على وفاة الشخص الرائي. إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بشراء بط ولكنه كان هزيل وضعيف دل ذلك على أن الشخص الرائي سوف يعاني من الفقر والجفاف ونقص في الأموال خلال الفترة القادمة. إذا رأى البط يسبح في المياه دل على تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة القادمة. إذا رأى الرجل في منامه أنه يقوم بذبح البط ويأخذ الريش ويترك اللحم دل هذا على أنه يتخذ الكثير من القرارات الخاطئة والتي يندم عليها كثيرا. مشاهدة الرجل البط مذبوح فإنه يدل على الخير والرزق الوفير. الرؤية السابقة للفتاة العزباء بأنها دليل على زواجها. حلم الشاب بأن أمامه بط سوداء وقد قام بذبحه فإنها تكون إشارة إلى التخلص من كافة الهموم والأحزان. رؤية المرأة المتزوجة في المنام البط الصغير فإنها دليل على أن زوجها يكن لها الكثير من الحب والاحترام. مشاهدة المرأة المتزوجة لأحد الأشخاص يقوم بإعطائها بطة صغيرة فإنها علامة لرزق بمولود جديد. حلم المرأة المتزوجة بأن لديها بطة صغيرة لونها أبيض فإنها إشارة للتخلص من الهموم. يعني سبحان الله يا إخوانا، البط ده يعني في الحقيقة هو حلو في المنام حلو، سبحان الله. مشاهدة الشخص البط الميت تدل على الوفاة لأحد الأقرباء. يقول الإمام ابن شهين رحمه الله: إن رؤية البط في منام الرأي يعني الحصول على مال كثير ويعني زيادة في الأرباح، خاصة إذا كان البط يسبح في الماء. أما إذا شاهد التاجر في منامه البط يعوم دل على تحقيق الكثير من المكاسب في التجارة. إذا شاهدت في منامك أن لديك الكثير من البط السمين دل ذلك على أنك سوف ترزق بالكثير من الأموال. أما بالنسبة للمتزوج فتعني الزواج، فتعني الرزق بالأبناء. رؤية تناول لحم البط طيب المذاق يدل على زواج الفتاة العزباء عن قريب. أما إذا كان لحم البط مر ومذاقه غير محمود يعني اتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة. البط الأسود في المنام يعني أن الرأي يعاني من الهموم من الحزن. أما رؤية البط الأسود في منام السيدة يعني أنها تعاني من سوء معاملة زوجها لها. رؤية البط الأسود في منام الشاب الأعزب يعني الزواج من سيدة سيئة السمعة. أما إذا قام بذبحه يعني التخلص من الهموم والمشاكل وبداية حياة جديدة مليئة بالخير. رؤية سماع صوت البط في المنام تعد واحدة من الرؤى التي تحمل الكثير من الصعوبات ومن المشاكل الكثيرة للشخص الرائي، وقد تدل هذه الرؤية على وفاة صاحب الرؤية. رؤية البط في المنام منام الفتاة العزباء يعني الطموح ويعني الرغبة في تحقيق الأهداف. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بتناول لحم البط أو تقوم بطبخ البط يعني حضور مناسبة سعيدة عن قريب. أما إذا كان البط هزيل وضعيف دل على الفشل وعدم القدرة على تحقيق الأهداف والطموحات.
رؤية البط المذبوح أفضل من رؤية البط غير المذبوح، حيث أن يعني الخلاص من المشاكل، ويعني دخول الرأي في مشروع تجاري يربح من خلاله الكثير من الأموال، ويعني زيادة في المال وفي الرزق الحلال الطيب. رؤية البط في منام الحامل يدل على اقتراب الولادة السهلة الميسرة، أما رؤية البط يسبح في الماء يعني الخير الكثير ويعني زيادة في الأموال. البط ما شاء الله شكله روعة ما شاء الله، يعني بط ما شاء الله، يا دي بط بلدي على فكرة. رؤية الشخص أنه تمكن من صيد بطة وذبحها وتناولها مطهية، فإنها تدل على حصوله على كثير من الأموال. حلم المرأة المتزوجة بأنها تقوم بطي البط، فإنها دليل على اتساع رزقها. حلم الفتاة الغير متزوجة بأنها تقوم بطهي لحم البط، فإنها إشارة ستسعد ببعض الأخبار السارة. دي بطة برضو، صورة بطة طايرة يعني جميلة ما شاء الله. يعني إذا رأت الفتاة العزباء البط في منامها وهو يمشي بسرعة، دل هذا على تحقيق النجاح والتفوق في حياتها. إذا رأت أن البط يسبح في الماء، دل ذلك على أنها سوف تتزوج عن قريب وسوف تحقق أمنية كبيرة تسعى إليها منذ زمن. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بذبح البط، دل ذلك على الخلاص من المتاعب ومن الهموم في حياتها، وتدل هذه الرؤية على الخلاص من حزن كبير كان يلازمها. إذا رأت أن هناك بطة بيضاء تدخل بيتها، دل ذلك على الزواج من شخص غني. إذا رأت أنها تقوم بصيد البط الأسود، دل ذلك على أنها سوف تعاني من متاعب كثيرة في حياتها. وإذا كانت مخطوبة، دلت هذه الرؤية على فسخ الخطوبة. رؤية الفتاة الغير متزوجة في المنام بأنها تأكل من لحم البط وكان جيدا، فإنها تدل على الخير وزواجها. إذا شاهدت الفتاة غير متزوجة بأنها تأكل من لحم البط ولكنه ذو مذاق سيء، فإنها تدل على اتخاذ القرارات السلبية. برضو يعني ايه ما شاء الله، قطة صغيرة مع بطتين صغيرين برضو، يعني المنظر خلاب وجميل يعني ما شاء الله. إذا رأت السيدة المتزوجة في منامها البط الأبيض، دل ذلك على الحياة السعيدة، الحياة الخالية من المشاكل ومن الهموم. إذا رأت أنها تقوم بشراء البط، دل ذلك على مال كثير سوف يحصل عليه زوجها خلال الفترة القادمة. إذا رأت أن البط يصيح في بيتها، دل هذا على حدوث مصيبة كبيرة في المنزل، وقد يدل أيضا على وفاة زوجها. دي برضه بطة طايرة هياني جميلة، يعني البط الطاير ده احنا وفي هنا عندنا في الفلاحين بيقولوا عليه بين بكيني ولا فرنساوي، بس ما بطرش كده بصراحة. أنا مش عارف دي بقى، مع إنه الشكل واحد يعني، هو الشكل ده بالملي اللي هنا بالظبط، الملون ده بيجي هنا بس ما بطرش زي ده، مش عارف بقى دي فصيلة تانية بس الشكل واحد ولا ايه، الله اعلم يعني. إذا كانت السيدة حامل ورأت أنها تقوم بشراء البط، دل ذلك على الولادة السهلة الميسرة وعلى البركة في الحياة والزيادة الكبيرة في الرزق لها ولزوجها. حلم المرأة الحامل بأن أمامها مجموعة من البط في المياه يسبح، فإنها تدل على حصولها على ولادة يسيرة. رؤية المرأة الحامل البط فإنها دليل على ولادتها لطفل ذكر، أما رؤية بيضة البط فإنها دليل على ولادتها لأنثى. حلم المرأة الحامل بالبط الأبيض فإنها إشارة لرزق بمولود بصحة سليمة. حلم الرجل بالبط الأسود وإنه يطعمه، فإنها تدل على حصوله على الأموال والرزق الوفير. رؤية الرجل للبط أسود ويقوم بذبحه، فإنه دليل على ما يعانيه من كثرة المشكلات والأحزان. حلم الرجل فيه بأنه يأكل من لحم البط الأسود الألوان، فإنها إشارة للرزق بالمال الوفير.
حلم الرجل بأنه يأكل من البط ذات اللون الأسود فإنها تدل على حصوله على أموال وفيرة. رؤية المرأة المتزوجة بأنها تأكل من لحم البط فإنها علامة على رزقها الوفير والخير. حلم الفتاة الغير متزوجة بأنها تأكل من لحم البط فإنها إشارة لسماع بعض الأخبار السعيدة. متنسوناش بقى يا إخوانا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.